السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. إذا توصلت اليوم بمنتوج جديد فتابعوا معي فتح العلبة. إذا على بركة الله، إذا نستقبل أول علبة المنتوج نجد هذه الأكياس البلاستيكية. إذا لاحظوا هذا هو المنتوج. المنتوج عبارة عن طائر من البلاستيك لحمل أعواد الأسنان أو توت بيك أو لحفظ أعواد الأسنان. لاحظوا مجموعة من الكتابات بالصينية، هذه صورة الطائر. الحقيقة فكرة هذا الطائر البلاستيكي هي فكرة ظريفة جدا ولطيفة، حيث أنه يمكنك من حفظ أعواد الأسنان واستخراجها بطريقة رائعة. إذا سنستخرج أولا ملف العلبة، دعني أستخرجه جيد، فهو محفوظ بطريقة جيدة ويرسلون كذلك بعد عيدان الأسنان. يبدو أن قدمه مكسورة، لا أدري. المهم لا أصلا لا يحتاج إلى قدم. لاحظوا الطائر، هذا الطائر ربما هو طائر الطنار، حقيقة لا أعرف هذا أنواع من الطائر، هذا النوع من الطائر. إذا ما هي الفكرة في هذا الطائر؟ دعني أقرب قليلا الكاميرا كي تروه بوضوح. الفكرة في هذا الطائر هي أنه عوض استعمال أحد العلب التالية لاستخراج أعواد الأسنان، دعني هكذا لاحظوا تستخرج أحد العيدان بهذه الطريقة. الفكرة هي أنك تأخذ أعواد الأسنان وتضعها في هذه المنطقة، هنا تضع في هذه المنطقة، سأشرح هذا بعد قليل. ثم تضغط على هذا، دعني أجرب مثلا بعود. عندما تضغط هكذا فالعود يسقط هنا ويلتقط هذا الطائر بفمه. ربما يجب أن أستعمل هذا النوع من العيدان. إذا أخذ العيدان ونضعها في هذه المنطقة هنا هكذا، ونقوم بإغلاق هذا المكان، وتضعها مثلا في غرفة الضيوف أو في المطبخ أو في لا أدري غرفة المعيشة. وأظن أن الفكرة ستكون رائعة جدا حتى بالنسبة لأصحاب المطاعم. إذا لاحظوا دعونا نجرب. إذا تابعوا معي طريقة الاستعمال، فعندما نضغط على هذا الطائر هكذا فهو يستخرج لنا عود من أعواد الذئاب ويمسكه بفمه هكذا ثم نستخرجه. دعنا نقوم بتجربة هذا الطائر مرة أخرى. إذا أردنا أن ننتزع عود من أعواد الأسنان يكفي الضغط عليه من هنا هكذا وسيلتقطه هو عود، وبعد ذلك ننتزع منه العود هكذا. إذا لنتحدث الآن عن جودة تصنيع هذا المنتج. المنتج هو مصنوع من البلاستيك، ويقولون على أنه بلاستيك، يعني البلاستيك الخاص بالمواد الغذائية، يعني أنه لن يضر بالصحة.
الجودة ليست جودة عالية في الحقيقة. فهذا المنتج الذي وصلني كان فيه عيب، هو أن هذا الواحد هذا الباب الذي يخرج هنا فهو لا يعود حتى الأصل، وبالتالي في بعض المرات الآن منتج جاهز ياك، ولكن نلاحظوا لا شيء، هذا لأن الباب لا يعود إلى مكانه. لاحظوا مرة أخرى، إذا الجودة ليست عالية جدا، وكما أن الرأس لاحظوا رأس الطائر، لاحظوا إذا هناك خلل لدينا في التصنيع. هناك نوع من الديكالاج كما نقول بالفرنسية، لا أدري ما السبب، لا أدري جميع المنتوجات هكذا أم المنتوج الذي وصلني فقط، يعني لكي أستخرج يجب أن أضغط عليه هكذا من الوراء وتدفع أو أن تعيده إلى مكانه هكذا، هذا غير ممتع جدا. لاحظوا، إذا هل أنصحكم بشراء هذا المنتوج؟ لا، لا أنصحكم بشراء هذا المنتوج نظرا للعيوب التي وصلتني في لحظة. لا شيء، لا شيء، يجب أن تعيد هذا، فضل استعمال أحد العلب على فقط، هو ممتع إن كان إن كنت ستستخرج هذا العود بحركة واحدة هكذا فقط، أما إن كنت ستضغط هنا. إذا كما قلت لا أدري هل العيب فقط في هذا المنتج الذي وصلني عن كل منتجاتهم هكذا، المهم لا أنصحك بشرائه، ولكن على العموم سأضع لك روابط شراء هذا المنتج في وصف فيديو لمعاينته. إذا سأحاول اتصال بالبائع ونتحدث معه عن هذا المشكل. إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. لا تنسوا دعمنا بزر لايك وكذلك سبسكرايب في القناة. السلام عليكم.